حضرتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأيه أصحابه والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين في الله يوم الفاتحة. الجنة ونعيمها والحور وولدانها وقطوفها الدانية الهنا والغنى والمنى والسعادة الكاملة والمحبة الشاملة كل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء مستدراً فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمع الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حساما عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحدا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قدره الكريم يعفو شديد
تسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فئر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتطى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه
ذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. ولله دار السلام القائم نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء وخصها القريب المحب
تجيب بأن تكون أما لمصطفى وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناح ونطقت بحمله كل بفصاح الألسن العربية وفرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمنه وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية وليت بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا عطل اللهم قاره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
النجوم لهت وانفه لون كتاسك ليان إخوان همور ينرتا لأتا Suruhnya Tuhan sekalian ya alam suruh mengikut agama Islam turun di atasnya kan Quran wajib percaya laki-laki perempuan رسول الله نبى محمد أنا عبد الله تهوس فلي الأمة كسداها الرسول سبيها بيمان إني له نبي بانيا أنيا أمة عبد المطلب أنا يا هاشم كترنا ذريات نبي إبراهيم نجري يا مكة تنبات برسلين فدا مدينة تنبات بنانا أمينا أنا وهاب تلهم وفقا سكنيا مذهب بعد ملام جمعات بولان يا رجاب إتولى ساعة dengan izinnya Allah Tuhan Rabbi malamnya itu awalnya jadi dikehendaknya Allah mengadakan Nabi serta suara di atas dengar ke bumi Aminah pun dengar di langit berbunyi suara yang elok bunyi begini malam dengan kuasa Tuhan sekalian alam lagi akan keluar bagi manusia keadaannya suka suka yang raya pada malam
Mengandung aminah enamnya bulan, melihat dalam mimpi tidur pada malam, datangnya khabar oleh seorang kandung olehmu ayuhai perempuan. Datangnya khabar oleh seorang kandung olehmu ayuhai perempuan. Lagi akan datang, dapat
داغي أكان كلوار باقي مأنوسيا كأداء الناس كاسوكا يمريا برنما أولم أكان محمد lagi akan datang banyaknya umat ini dan Nabi sampai hari kiamat sekalian muslimin dapat selamat sunyi olehmu jaga Aminah daripadanya tidur serta Aminah terimanya syukur mana dipesan Aminah diikut bimbangnya datang dengki sangat takut mana dipesan Aminah diikut bimbangnya datang dengki sangat takut Atirillahumma qadrahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih اللهم صل وسلم وبارك عليه حميد الأمين سبيلا يا بلان سكين أمين برود بدا بدا تكود أمين بلادي جدا terdengar dari langit suaranya orang kerana Aminah duduk seorang lagi pula tengahnya
Baunya
ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوام المغوية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه Yeah.
يوم نال
قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر ووبال عليهم ووبال ولد المصطفى وحق الهدى هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبرز صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء موبيا بذلك الرفع إلى سودته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية Thank you.
ودعت أمه عبد المطلب وهو يفوق بهاتيك البنية. فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منى. وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وقل إذا صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا. وقيل ختنه جده بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياة والتواضع يقصف نعله ويرقع ثوبه ويحلق شاته. ويسير في خدمة أهله بسيرة سنية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاه ويشير جنائزهم ولا يحقر فقيرا أبقاه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العمر
ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظني للملائكة الروحانية ويركب من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصو الخطب الجمعي ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى وها هنا وقف بنا جواد المقال وبلغ ضائن الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى أضر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا 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 شاكرا حمدا متوكلا على ربك المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا باسطان يدي من عطية يا من يدار بعقله الكف العبد الكفاء يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له إهانة الله وأشبه يا من تفرد بالبقاء والقدر والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعود على سواه يا من استدنى الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد لفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك نجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه من الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته للمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله الموفق على
الأقوال والأعمال بإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل بذلة همة وبنية. ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتبني لنا من حسن اليقين حبا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جليلا، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز الله، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية، ولكل راج ما أن له فيك رجاه، وقد سألناك راجين مواهب لدنية، فحقق لنا ما منك رجوناه. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعات والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليلة وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم صيام سيده السبسب ورباه، واغفر لنا سج هذه البرود المحبرة المولدية. سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتما، وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكناه، واستر له عيبه وعجزه وحصره وعنيه، وكاذبها وقاريها ومن أصاخ إليها سمعه وأسراه. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه، ما شنفت الآداب من وصفه الدري بأبراق الجوهرية، وتحلت قبور المحافل المنيفة بعقود حناه، وأقل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gracias.